بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، أهلا ومرحبا بكم في المؤتمر الدولي 17 لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل كلية الطب جامعة عين شمس. يسعدنا ويشرفنا حضوركم الكريم. Dear valued guests, welcome to the 17th annual عين شمس International Rheumatology and Rehabilitation Congress. أما الآن نبدأ فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري. And now with the national anthem. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. تمر الأيام والأعوام ونجتمع هنا في بداية كل عام، حيث تجتمع قامات تخصص الروماتيزم والتأهيل من الشرق والغرب والجنوب والشمال هنا في القاهرة على ضفاف النيل، لنستقبل كل ما هو جديد لنفيد به ونستفيد. فما أحسن المرء الذي من طبه الجسم يغدو والفؤاد سليما، وضع الأمور تعقلا بنصابها، فلأجل ذلك قد دعيت طبيبا. السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، السيد الأستاذ الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، لواء طبيب دكتور رضا الهميمي رئيس مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالقوات المسلحة بالعجوزة، السادة الوكلاء وينوب عنهم الأستاذة الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس. ومن قامات القسم يشرفنا بالحضور كل من الأستاذ الدكتور محمود الطيب أستاذ الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل ورئيس جامعة حلوان الأسبق، والأستاذ الدكتور محمد جمال الدين زكي أستاذ الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل جامعة عين شمس ورئيس قسم الأسبق، الأساتذة أعضاء هيئة التدريس والأساتذة أطباء وزارة الصحة، زملاء الأعزاء، الضيوف الكرام، السيدات والسادة، نحييكم بتحية من القلب، فأهلا ومرحبا بكم في المؤتمر السنوي الدولي 17 لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بطب عين شمس، والذي نعدكم فيه بقضاء وقت علمي مميز مع باقة من أساتذة التخصص بداخل مصر وخارجها. بروفيسور دكتور محمود المتيني the president of عين شمس University، بروفيسور دكتور علي الأنور the dean of faculty of medicine عين شمس University، distinguished guests, professors, dear colleagues, ladies and gentlemen. It's a great honor to welcome all of you on behalf of Professor Dr. Amalie Ganzouri, the head of the department and the organizers of the 17th annual عين شمس International Rheumatology and Rehabilitation Congress. We would like to express our sincere gratitude for your presence in this opening ceremony at the gateway to the initiation of our scientific program. Your participation is our measure of success. And now we are going to listen to the word of Professor Dr. Hines Farouk, the Vice President of the Congress. وبكم ومعكم نبدأ فعاليات المؤتمر، والذي نستفتح بكلمة الأستاذ الدكتور هناس فاروق أستاذ الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل جامعة عين شمس والمنسق الرئيسي للمؤتمر وعضو الجمعية الأمريكية للأمراض الروماتيزمية وعضو المجلس الأعلى للزمالة المصرية للروماتيزم والتأهيل، فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.
السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والسيد الأستاذ الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس، والسيدة الأستاذة الدكتورة أمال الجنزوري رئيس القسم ورئيس المؤتمر، المنصة الكريمة وضيوفنا الكرام والحضور. إن كلية الطب جامعة عين شمس تسعى جاهدة إلى تطوير وتحديث المنظومة العلمية لتصل إلى العالمية، ونحن في قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل نساهم في تحقيق هذه المنظومة من خلال مؤتمرنا السنوي للقسم الذي حرصنا على نجاحه وتقدمه على مر السنين حتى أصبح من أهم وأكبر مؤتمرات الروماتيزم والتأهيل، وأصبح هو القبلة لتبادل واكتساب الخبرات بين الأساتذة المصريين والأجانب حتى يتسنى لشباب التخصص اللحاق بموقف التقدم. وكان على هامش هذا المؤتمر 4 ورش عمل يومي 9 و10 ديسمبر، والذي لاقوا نجاحاً باهراً في الموجات الصوتية التشخيصية للمفاصل والأعصاب، وسرعة توصيل الأعصاب ورسم العضلات، وميكروسكوب تشخيص الأوعية الدموية الدقيقة. وسوف يكون من فعاليات المؤتمر جلسات متخصصة تواكب كل ما هو حديث في مجال الروماتيزم والتأهيل من خلال نخبة من أفضل أساتذة الجامعات المصرية وأفضل الخبراء الأجانب على مستوى العالم، مثل زينف مبرالياكوس رئيس جمعية تقييم المفاصل الإيسس، ومنذر كمشتة رائد متلازمة الجلطات المتناثرة، وعلي جواد في الأمراض المناعية النادرة الساركويدوزيس، ودكتور ياسر المداني ابن عين شمس. وقد تم تحديد الكريديت أورز لهذا المؤتمر لتكون 22 ساعة ونص. وتوجه بالشكر للشركات الراعية، وأخص بالذكر شركة جينسون، والتي لا تتوانى عن دعم مؤتمرنا السنوي إيماناً منهم بأهميته وقوته وحسن اختيار المحاضرات والأبحاث. ويهمني أيضاً أن أشكر الشركة المنظمة آيريس بقيادة دكتور أشرف بدوي والدكتورة دنيا خليل في التفاني والعمل الجاد المتميز لإظهار المؤتمر بهذه الصورة المشرفة التي تليق باسمنا العزيز. فأهلاً ومرحباً بكم، وشكراً جزيلاً للجميع، راجين من المولى عز وجل النجاح والتوفيق والتميز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع كلمة الأستاذة الدكتورة أمال الجنزوري رئيس القسم ورئيس المؤتمر. And now the mic will be with the professor Dr. أمال الجنزوري, the head of the Physical Medicine Rheumatology and Rehabilitation Department and the president of the Congress. معالي الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس، والسادة الحضور والمنصة الكريمة، تحية طيبة وبعد. يشرفني أن أرحب بحضراتكم جميعاً في هذا اليوم والذي يعتبر عيد للعلم وملتقى للعلماء في بلدنا الحبيبة مصر، للمشاركة في افتتاح المؤتمر السنوي 17 بقسم الروماتيزم والطب الطبيعي والتأهيل كلية الطب جامعة عين شمس. بداية أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى العالم الجليل قائد نهضة جامعة عين شمس معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمود المتيني على كريم رعايته للمؤتمر والدعم اللامحدود للجامعة بصفة عامة وإلى قسمنا بصفة خاصة، ونجدد معه العهد للسير سويا على طريق النجاح. وأتقدم بوافر الشكر والعرفان للأستاذ الدكتور علي الأنور عميد كلية جامعة عين شمس، فهو بحق خير خلف لأفضل سلف، شاكرين مواقفه الداعمة إلى القسم وتوجيهاته البناءة. تحية وتقدير إلى صاحبة الأسلوب المتفرد في الإدارة دكتورة هالة سويد وكيل الكلية شؤون خدمة المجتمع. وأيضا أتوجه بخالص الشكر إلى سيادة اللواء الطبيب رضا الهميمي مدير مركز الطب الطبيعي والتأهيل وعلاج روماتيزم بالعجوزة لتواجده معنا اليوم. طبعا أحب أشكر الأستاذ الدكتور محمود الطيب رئيس جامعة حلوان الأسبق وإحدى رموز القسم والتخصص،
والأستاذ الدكتور محمد جمال الدين زكي صاحب الأيادي البيضاء للقسم والتخصص. وشكر خاص ممزوج بأسماء آيات العرفان إلى واحد من رواد التخصص الذين نفتخر بهم، وهو الأب الروحي للتخصص الدكتور سمير البدوي، على كل المساندة الغير محدودة. شكر خاص إلى الأخت والصديقة والعزيزة دكتورة هناس فاروق على المجهود المتميز والعطاء المثمر في إنجاح المؤتمر على مدار السنوات السابقة والمجهود المستمر. تحية طيبة إلى اللجنة المنظمة والشركات الداعمة للمؤتمر والشركة المنظمة أيضاً، وأتقدم بجزيل الشكر للأساتذة المتحدثين ورؤساء الجلسات من مختلف البلاد والجامعات المصرية والذين لم يتوانوا في تلبية دعوة القسم لهم للمشاركة في إنجاح هذا المؤتمر. ضيوفنا الكرام اليوم في هذا الحدث العلمي الذي يشتاق إليه طلاب العلم وينتظر أساتذة التخصص في هذا الوقت من كل عام ليتعرفوا على كل ما هو جديد من خلال المشاركة في فعاليات المؤتمر. وقد بدأنا هذا العيد العلمي بانعقاد 4 ورش عمل كان لها صدى كبير ونجاح متميز، لاقت استحسان الحاضرين سواء المصريين أو الأجانب. وأحب أشكر دكتورة نيفين ودكتورة إيمان ودكتور حسام، كانوا هم قائمين على هذه ورش العمل. وهذا النموذج المشرف نقدمه إلى جامعتنا العريقة لنؤكد أن الريادة العلمية لجامعة عين شمس، وقد كانت تلك الورش على أيدي ألمع الأسماء والخبراء والدوليين الذين قدموا ورش عمل متفردة من نوعها. ولكي تستمر مسيرة النجاح استخدمنا رواد وفي مقدمهم اسمين من ألمع وأشهر الأسماء في الوطن في الوسط العلمي، وهما ميشيل باتري رائدة علاج أمراض الذئبة الحمراء، ومايكل أوسترغارد رائد علاج روماتيزم المناعي التيبسي. ولكي يكتمل العقد استخدمنا باقي أبرز الأسماء من باقي أفرع التخصص، بالإضافة إلى مشاركة الأساتذة وشباب العلماء من جميع الجامعات المصرية والقوات المسلحة. ومن منطلق السبق وريادة لجامعة عين شمس وكلية الطب، قام القسم بتطوير واستكمال بعض العيادات التخصصية والتي ينفرد بها القسم على مستوى الجامعات المصرية. وجاء الدور هذا العام افتتاح عيادة التوازن مع قسم الأنف والأذن، وعيادات الصعوبات البلع مع قسم التخاطب، وأيضا نحن في صدد قيام عيادة لتقييم الهشاشة مع قسم الجيرياتريك. نحب نتعاون سوا يا دكتورة هالة إن شاء الله. وكل ما سبق من إنجازات يأتي مع حلمنا الكبير والذي نأمل أن يتحقق هذا العام، وهو إنشاء مركز تأهيل جامعة عين شمس الطبي كي نحتفل بافتتاحه في المؤتمر المقبل إن شاء الله. وأخيرا وليس آخرا، السادة الحضور، نعدكم أن يكون المؤتمر السنوي للقسم هو النافذة التي من خلالها تأتيكم أحدث الدراسات وطرق التشخيص والعلاج والإرشادات الدولية. وفي الختام أتمنى من الله النجاح والتوفيق للقائمين والمشاركين في هذا المؤتمر. حفظ الله مصر، حفظ الله الوطن. متشكرة. أما الآن فمع كلمة الأستاذ الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس. And now with Professor Dr. Ali Anwar, the Dean of Faculty of Medicine at Ain Shams University. Dr. Ali, the floor is yours. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور أمالي الجنزوري قسم الطب الطبيعي على إتاحة الفرصة لوجودي معاكم النهاردة. ويمكن في الحقيقة أنا قصتي مع قسم الطب الطبيعي ابتدت من 2015 في عين شمس التخصصي، لما شرفني الأستاذ دكتور محمود الطيب ومجموعة كبيرة جدا من الأساتذة وقال لي إحنا عندنا بس شوية طلبات بسيطة للقسم. أنا عايز أقول لحضراتكم الطلبات دي إحنا بقالنا 8 سنين بنحقق فيها، يعني إحنا بقالنا 8 سنين بنعمل في طلبات قسم الطب الطبيعي. يعني وأنا في الحقيقة شاهد على التطور العنيف اللي شافه قسم الطب الطبيعي في خلال 8 سنين اللي فاتوا. إحنا يعني الفترة اللي فاتت إن كان في مشكلة وجود intersections بين أقسام كتيرة وبين تخصصات كتيرة، فكان لابد إن إحنا نفك الاشتباكات دي. قسم الطب الطبيعي زي ما حضراتكم سمعتوا كده من الدكتورة أمال، ما شاء الله فرد على كل الأقسام، أعصاب، أشعة تشخيصية، الروماتيزم يعني، ولسه السنة اللي فاتت طبعا مع قسم طب الأنف وأذن، وهي بتبقى بداية مع إحنا عيادة بس بسيطة صعوبة البلع، عيادة بسيطة في السمعيات. فما شاء الله إحنا بنحييكم طبعا على النشاط ده. وفي الحقيقة أنا كنت يعني لسه بتكلم مع الأستاذي أستاذ دكتور محمود المتيني في
في ان احنا فعلا ينقصنا مركز التأهيل، وده اللي احنا ان شاء الله هنعمل فيه بجهد شديد جدا خلال الفترة اللي فاتت. وانا عايز اقول لحضراتكم ان كون الدكتور محمود المتيني يوافق على ان هو المكان الرنين القديم في عين شمس التخصصي ده مكان غالي جدا، اقسام كلها تصارعت انها تاخده، لكن الدكتور محمود وافق للدكتور محمود الطيب ان هو يديل اسم الطب الطبيعي اعترافا منه بالعمل القوي اللي بيقوم بقسم الطب. انا بشكر حضراتكم جدا على الدعوه الكريمه، بشكر استاذ دكتور محمود الطيب على مجهوداته خلال الفتره اللي فاتت، بشكر الاسم بالكامل، واتمنى لكم النجاح والاستمرار. شكرا. أما الآن فمع كلمة الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والداعم الدائم والأول للقسم. And now with Professor Dr. محمود المتيني, the President of عين شمس University. بسم الله الرحمن الرحيم. كسنة من طيبين لعام ميلادي الجديد والمؤتمر 17، وإن شاء الله عبار كده المؤتمر 100 لهذا القسم العظيم العريق اللي بنبقى سعداء دائما لما بكون معاكم كل سنه فيها. طبعا عايز اشكر الاستاذه الدكتوره امال الجنزوري والدكتوره ايناس وكل فريق تنظيم هذا المؤتمر اللي كل سنه الحقيقه بلاقيه في تقدم، وكل سنه بيبقى في صوره ابهى من اللي قبلها. والشركه المنظمه طبعا الدكتور اشرف وكل الفارما اندستري الداعمين للحدث المهم ده. وارحب بكل المنصه فردا، وسعيد لما بكون في جامعه عين شمس بنفتتح اي فعاليه ومعانا زملائنا من كل مصر، جامعات المصريه كلها، جامعه القاهره، جامعه اسكندريه، جامعه اسيوط، المنصوره، لان هو الحقيقه الموضوع كله دلوقتي في اتجاه، احنا بنتكلم على كده كمان، في الشراكات الدائمه سواء الداخليه او الخارجيه، وده هدف اساسي من اهداف التنميه المستدامه. وبالمثل اللي يكون معنا زملائنا الأعزاء من أطباء القوات المسلحة الشريك الدائم لجامعة عين شمس في جميع التخصصات، من وزارة الصحة، من زملائنا من وزارة الصحة، وقسم الطب الطبيعي بيضرب مثل دايما في هذه التوأمة وهذا العمل الجماعي المهم جدا. شفت سريعا البروجرام على مدى اليومين اللي جايين والورك شوبس اللي حصلت، فيري ريتش اجنده، فبهنيكم على الفورميليشن للمؤتمر والاجنده المهمه دي هي. والحقيقه الطب الطبيعي بيتقدم تقدم سريع جدا، يمكن زي كل الطب يعني ما كان يحصل زمان في 50 و70 سنه احصل دلوقتي بيحصل في شهور وسنين بسيطه جدا، مش قادرين نلاحق التطور، وعشان كده لازم نشتغل بكل قوتنا. علي قال اني انا موافقه تماما، الطب الطبيعي هو استخدم كلمه فرد، انا مش عايز اقول كلمه فرد، ولكن هو في سبورتنج سيرفيسز وسبورتنج ديبارتمنتس في الطب، الطب الطبيعي ياتي في المقدمه منهم. احنا في زراعه الاعضاء من غير الطب الطبيعي يبقى عندنا مشكله كبيره جدا قبل وبعد العمليه. شفنا دي في زراعة الكبد على مدار سنين، وفي آخر حالة اللي كنا فخورين بيها وببدء برنامج زراعة الرئة، من غير الشغل اللي انتوا عملتوه للحالة دي هي كان يمكن ما توصلش للعملية أبدا. وغيره بقى في القلب المفتوح وكل الجراحات المتقدمة والمعقدة ما قبل العملية وما بعد العملية، ناهيك بقى عن كل التخصصات اللي سمعناها. فانتوا اسمه مهم جدا، بتزداد اهميته يوم بعد يوم، واحنا ميقنين كاداره عليا للجامعه وللمستشفيات وللكليه باهميه الفيزيكال ميديسن وتشعبه في جميع التخصصات، ولذلك الدعم ده مش جاي من فراغ. لازم اعترف اني ما ادينالكوش الدعم الكافي في اول كام سنه، يمكن وانا عميد كان غصب عننا، لاني كان وكنا بنبص النظرة زي ما انتم شفتوها ومشاركين كلكم فيها انها نظرة هوليستيك لماستر بلان كامل، لاني تعبنا من التغيرات الجزئية اللي في الاخر بتنتج عن عشوائيات، فكان لازم نبص الموضوع كماستر بلان لكل الكامبس والتخصصي على بعضها والديمرداش على بعضها وكله. ده مش سهل، مش سهل كتخطيط وكرؤية، ومش سهل كفلوس، ومش سهل كتنفيذ. وانتم طبعا عايشين معانا وعلى العالم كله التحديات اللي بتزيد يوم عن يوم اللي ساعات بتعطلنا.
لكن أعتقد أن الخطى بقت أسرع دلوقتي فيما يخصكم، وبالذات في المركز اللي في عين شمس التخصصي إن شاء الله، اللي هو مكان الرنين اللي خلاص بقى هو مركز، مش هقول الرنين تاني، هو بقى بتاعكم. وبنوعد أنا وعلي إن شاء الله إحنا نشتغل في السنة دي بسرعة شوية قبل ما نمشي وإنت هتكمل، لكن هنجري فيه إن شاء الله. قبل ما أختم، أنا عرفت إن في كام أجنبي، so I'd like to thank all our visiting doctors and all our colleagues from around the globe who are participating with us, whether by physical physical existence here and being with us or maybe Zoom. هو hybrid، في حد داخل hybrid ولا ما فيش؟ في حد داخل Zoom ولا؟ Because it's becoming the norm now, day after day. And I wish you a very pleasant stay in Cairo and a very successful Congress over the coming 2 days. The weather is beautiful in Egypt and in Cairo, especially these days. So enjoy it and get the maximum. Don't spend all the time indoors. Go out a little bit and give them a little bit of time to have some leisure. وإن شاء الله بمعكم كل سنة. سلام طيبين. في نهاية حفلة الختام الحقيقة هنحب نكرم دكتور محمود المتيني على كل المجهود وكل السابورت اللي بيقدمه لإسمنا وللجامعة وبصماته الواضحة في التقدم الفظيع اللي حصل في جامعة عين شمس. وتفضل يا دكتور محمود. ندعو المنصة الكريمة لأخذ صورة جماعية.